طيب نقول دي المحاضرة الأولى لطلبة المستوى الثالث اتصالات المادة VLSI الكود بتاعها ALC 4334 Very Large Scale Integrated Systems أو Very Large Scale Integration أو Very Large Scale Integrated Circuits. ده كل الكلام ده يمشي يعني. معاكم الدكتور سمير كمال، ندرس المادة دي وفي بعض الأحيان بتدرس معنا الدكتورة سارة فؤاد. يعني للتواصل معاكم التليفون بتاعي 01-22-15-85-690. الجزء الأولاني الكورس أوتلاينز، أنا عندي أول حاجة الكورس انفورميشن، بيانات الكورس بتاعنا، انترودكشن شابتر 1 VLSI Definitions and Terminology، شابتر 2 Introduction to CMOS Circuits، شابتر 3 MOS Transistor Theory، شابتر 4 CMOS Processing Technology، شابتر 5 Nanotechnology Applications. وفي أبنديسيز مرفقة مع الشابتر دي ومودلز دي لبعض الأجزام اللي هي بتاعت المادة يعني. كورس انفورميشن زي ما احنا بنقول المسمى بتاع المادة بي ال اس اي الابريفيشنز ده بي ال اس اي سيستمز، الكود بتاع المادة قدامك اهو. والكورس بتدرس في 3 كريدت، 2 للمحاضرة يعني محاضرة كل اسبوع 2 اورز بتمثل 2 كريدتس. الكريدت الثالثة بقى الساعة الثالثة ما بين المعمل وما بين السكشن، هتلاقي السكشن 1 اور كل اسبوع واللاب 2 اورز، الاثنين دول بيمثلوا 1 كريدت. زي ما بقول المدرس بتاعكم الدكتور سمير كمال، الناس اللي بيساعدونا في المادة مروة عبد الفتاح سامي مش واخدة سكاشن الترميدة، اندرو سامح ومارينا، والثلاثة مدرسين مساعدين على وشك الدكتوراه إن شاء الله عقبالكم كده بإذن الله، الناس اللي هتكمل في الاتجاه ده. ومهندسين المعمل مهندس إبراهيم محمد إبراهيم برضه الترميدة معتذر، على الربيع وإيهاب الحناوي ودينا حسين كلهم مدرسين مساعدين، عدا إبراهيم على وشك برضه. يعني أنتوا بدرستوكوا سواء السكشن أو اللاب ما شاء الله كلهم ناس قدام وكلهم مدرسين مساعدين يعني، واللي لسه المهندس ابراهيم على وشك المناقشه فربنا ييسر الامور. معاكم مجموعه هايله جدا عشان ما حدش يعني يبقى عنده سؤال ويقول اصلا مش لاقي اسال مين. وبعدين انا قلت لكم التليفون والتليفون في الجروبس اللي احنا موجودين كلنا فيها، اي استفسار يعني تسال على طول. ده الجريدنج سيستم بتاع الماده، 20 درجة أعمال سنة و20 درجة للعملي و60 درجة للفاينل ريتن اكزام والتوتال 100 درجة. وادي توزيع الدرجات بالشكل اللي قدامنا ده، الميد تيرم عليه 10 درجات والشغل خلال الترم 10 درجات، الفاينل لاب اكزام احنا قلنا بقى الأعمال السنة 20 اهم واللاب 20 اهم، 10 فاينل لاب اكزام و10 للشغل خلال الترم كله، يعني بتسلم ريبورتس الحضور الكلام ده كله يعني. هو كنا احيانا بنعمل بروجكت واحيانا بنكتفي بالريبورتس اللي بتسلم بدل من البروجكت ده، يعني بروجكت صغير كده يعني ياخد منك كام ساعه وبنبقى حاطين عليه 5 درجات من العشره دول يعني. يمكن الترم ده مفيش الشباب مكتفيين بالريبورتس اللي انتوا بتسلموها وتشتغلوها، هي ممكن تؤدي الغرض بنسبه عاليه بتاعه البروجكت ده. والفاينل ريتن اكزام 60 والتوتال 100 درجه. وادي توزيع الدرجات زي ما احنا بنقول ايه في التيبل اللي قدامكم. يعني انت هتبقى المحاضره دي معاك ان شاء الله، يعني في حد من المنسقين هنبعت الماتيريال دي كمان معاه، سواء احنا يعني جنبيا الباشمهندس ابراهيم قال نسجلها دلوقتي وتبقى يعني ليه لو ما عجبناش الجوده بتاعتها يبقى ايه اعيدها تاني يعني. فاحنا احنا هنشوف ونبقى نسمعها مره تانيه، لو ما نالتش الاعجاب ممكن نسجلها تاني ما فيش مشكله يعني. ماشي. وادي توزيع الدرجات ان ديتيل اهو، اللاب 10 درجات في النهايه، 4 للريبورتس و3 للحضور في المعمل وكويز 3 و3 و2 و3 و2 ال10 بتوع
أعمال السنة، الريفرنس بتاع المادة، الكتب اللي معاكم عملي ونظري، النوت بوك اللي هي موجودة باسم الدكتور سمير، والريكوايرد بوكس دي الريكوايرد أو اسينشال بوك، الكتب الأساسية اللي احنا واخدين منها المذكرة أو يعني بعض الأجزاء أو كده يعني. كتاب بتاع ويست ده يعني معظم الناس بتستخدمه في الأندر جرادول، اللي هو Principles of CMOS BLS Design A System Perspective، الكتاب بتاع ديفيد هاريس برضه مع ويستي، يعني ويستي مشترك في الكتابين دول، والكتاب ده هو التطور الطبيعي بقى بتاع الأدفانس بتاع الكتاب، النسخة بتاعت ويستي بتاع 93. فده يعني كتابين أساسيين هتلاقي معظم الحاجات الأندرجراد كلهم شغالين منه. Recommended Books، الكتاب التاني بتاع ربيعي ده Digital Integrated Circuits، ده معظم الناس اللي بيشتغلوا في الماجستير وبيتعرضوا او بيعملوا حاجات في الادفانسد دي ال اس اي بيشتغلوا من الكتاب ده. زائد برضو ايه، ادي عندك كتب، وادي هنا ايه بعض السايتس، لو انت قعدت على النت هتلاقي سايت كثيره جدا بتتكلم على البي ال اس اي. العنوان اللي بعد كده، احنا لسه كنا بنقول البي ال اس اي ده هو الابريجيشن لايه، فيري لارج سكيل انتجريشن او فيري لارج سكيل انتجريتد سيركتس، اهي قدامنا ده جزء منها، او فيري لارج سكيل انتجريتد سيستمز، دي كلها امور وارده للمسميات دي. فهتلاقي اليونت بتاعتنا البدايه الاي سيز دي، خدت انت مع الدكتور سعيد الله يرحمه ومع الدكتور هيثم ربنا يديله الصحه الاي سيز في السيركت اناليسيز واحد واثنين، والادفانتج بتاعتها والكلام اللي عندنا هنا، بنقول الاليمنتس بس في اليمنتس او اكتف اليمنتس زي ما انت شايف كده، ريزيستور كابستور ما اعرفش ايه، اكتف اليمنتس ده ترانزستور بانواعها المختلفه، واخد بالك؟ يبقى هنا بيقول لك الادفانتج بتاع الاي سي، زي ما بقول انت واخد الكلام ده في المستوى الاول والمستوى الثاني، او المستوى الاول ترم اول وترم ثاني تقريبا، يعني الاريا القليله والباور الكونسامشن قليل بيحتاج تيست كتير، زي ما انت تجيب سيبريت كومبوننتس وتعمل على البورده وتلحم وتعمل، بتبقى عايز تيست لكل خطوه من الخطوات دي، واخد بالك؟ وبالمختصر جدا الادفانتج بتاع الاي سيز اهي، يعني ايه كحاجه ابستراكتد قوي يعني، لو كوست سمول سايز ما اعرفش ايه الكلام ده كله. خلاص يعني احنا بنفكرك عشان هي دي الايه البيز او الفرشه الاولانيه في البي ال اس اي، ماشي؟ هو هنا بعد كده بقول لك وظف في ال اس اي، يعني ايه المقصود بيها وكده يعني. ده زي ما قلنا ستاندز ليه، فيري لارج سكيل انتجريشن او انتجريتد سيركتس او انتجريتد سيستمز، اي مسمى من المسميات دي. الغرض منه ايه، الكلام اللي هنا ده هو الفيلد ده، انت عايز تجمع باكينج مور اند مور اليمنتس في اي سي الواحد، يعني التاسك بتاع الـ VLSI ده ايه، ان هو يجمع اليمنتس كتيره في شيب واحده او في اريا صغيره، ده يفضل التاسك بتاعها على طول الخط اهو. ودلوقتي بيقول لك يعني الـ VLSI سيركتس دي بقت موجوده او منتشره في استخدامات كثيره جدا، وهنا ايه opportunity to the، ان برضه بتساعدك في ان انت تعمل حاجات كتيره ما كانش متاح ان انت تعملها ولو انت مستخدم سيبر كومبوننتس، يعني بقول لك ان انا استخدم الاي سيز دي فرصه ان انا ايه اعمل بيها حاجات احسن يعني. وهنا بقول لك ان البي ال اس اي موجوده في كل الابلكيشن في كل حاجه، يعني من الشوز بتاع الولد اللي بيمشي زي ده ويعمل بيه ما اعرفش كذا، ليه موجوده في العربيات في المزيكا في يعني في كل الابلكيشنز بتلاقيها موجوده يعني. يعني بيفضل لفترات طويله التاسك بتاع البي ال اس اي ان هو ايه يجمع مور اند مور اليمنتس في اريا صغيره وذ باور كونسيومد قليل، وذ باور كونسيومد قليل. انما طب ايه اللي بيحصل بقى، يعني ايه الجديد اللي انت ممكن تعمله او تتخيله؟ الحاجات التولز اللي هي يعني زي ما هنا ايه بروليفريشن، بروليفريشن دي يعني دي الحاجات يعني بقت تولز منتشره او كثيره انها ممكن تستخدم في ان انا اعمل الديزاين واعمل في البي ال اس اي ده، يبقى يفضل التاسك بتاع الفي ال اس اي ده لسنوات طويله، يعني بقى لا يعلم ما ظهر الا الله،
ان هو انتجريت مور اند مور اليمنتس في اريا صغيره وذ باور كونسيوم قليل. ده حاجه هايله جدا وبتنفعك في معظم الابلكيشن، ويعني لما تسمع انت الكلام ده وتقراه وتفكر فيه، بس ادي نفسك فرصه ان انت زي ما قلت تقرا وتفكر في اللي انت بتقراه ده، هتلاقي الدنيا ماشيه صح، مفيش حاجه عامله لك يعني ايه عقبه في النص كده يعني. طب ايه بقى الفاكتور اللي هو لا بنقول التولز والادوات اللي هي بنسميها بعد كده هناخد في الديفينيشن بتاع شابتر واحد الايده، اللي هي سوفت وير والحاجات اللي انت بتستخدمها عشان تنفذ بيها الشغل بتاع البي ال اس ده. هو ده الحاجات اللي هي ايه كل يوم ان هو في شان كده بتتغير وتتحدث وتتحسن والكلام ده كله. انما التارجت او الاوبجيكتيف بتاع البي ال اس اي اللي انا بقول ده يفضل لفترات ما بيتغيرش، اللي هو في ايه مور اند مور اليمنتس في اريا صغيره وذ باور كونسيومد قليل. قال جوردن مور ده يعني قال لك انا لما قعدنا نشوف هو انت عايز تحط اليمنت كبيره، وان هو يجمع اليمنت في اي سي واحده وكلام زي ده، خد اليونت اللي هو بيقيس بيها عدد ترانزستورز. وممكن بقى واحد يقول الريزستورز مثلا هيقيس او اوب امب، يعني حسب اليونت اللي انت هتقيس بيها. فمعظم الكتب واخده الريفرنس هو ايه كام ترانزستور بير شيب. هنا مورز بيقول القانون الاولاني بتاعه انه عدد ترانزستور في الشيب الواحده ده بيزيد او بيتضاعف كل سنتين، او اكزاكتلي كده كل 18 شهر عشان تبقوا عارفين يعني. يعني لو في مليون ترانزستور بالشيب السنه دي 2001، يبقى 2003 تقريبا ان شاء الله هيبقى الشيب الواحده ممكن يبقى فيها 2 ترانزستور. بالتالي هيبقى الترانزستور دي بيقل السايز بتاعها عشان ينتجريت ويحطها. طب الشيب اللي هو بيحط عليها الكلام ده هل بتفضل يعني نفس السايز واحط عليها 2 مليون وما اتغيرتش؟ لا، هي بتزيد تقريبا يعني 1.5 او حاجه زي كده. يعني لو بنقول المدرج بتاعك ده ياخد 90، هاجي اقول السنه الجايه المدرج ده هياخد 180 او كمان سنتين، يعني مش منطقي يعني. انما ينفع اقول المدرج ده لو كبرت الاريا بتاعته كمان مره ونص، يعني 60 متر مربع خليته مثلا 90 متر مربع، اه ممكن ال 90 طالب اللي كان بياخدهم ياخد 180. ده انا بقول لك مثال مع اختلاف التشبيه يعني، واخد بالك؟ لانه ده بيبقى شغال بالمتر او بالمليمتر او بالمايكرو او لغايه ما يروح للنانو تكنولوجي لو 10 او 9 تبقى حاجه انت ما انتش شايفها اصلا. فتلاقي الدايمنشن بتاعت الترانزستور في الاريا دي، فطبعا حاجه بتبقى قليله جدا يعني، فسهل ان هو يزيد عدد الترانزستور في الشيب الواحد. وادي هنا النقطه اللي بعد كده مورز لو، اول قانون زي ما انا بقول اللي هو بيقول ايه عدد الاليمنت او اهو الترانزستور بيزيد اكسبوننشال مع السنوات. يعني لو انت عملت الكيرف ده قصاد السنه، عدد الترانزستور قصاد عدد السنوات، هتلاقيه بيزيد كده ايه عامل زي الخط بتاع قانون اوم كده، اللي هو في والاي والار، الخط اللي هو في النص ده اللي هو المعامل الثبات ده. القانون الثاني اللي هو بيتكلم المانيفاكتشر كوست بتاعت الاي سيز والكلام ده، برضه هو بيقول لك انها بتزيد برضه اكسبوننشالي مع ايه السنوات، ممكن تزيد بالشكل ده. ماشي. بعد كده احنا هنشوف، بس انا عارف ان انتوا فاكرين الكلام ده بس احنا بنذكر بيه. ترانزستور 3 انت عندك الايه ترانزستور بصفه عامه، يا بي جي تي ترانزستور، باي بولر جانكشن ترانزستور، النوعين اللي انت عارفهم البي ان بي والان بي ان، واخد بالك بالشكل ده الكلام اللي انت عارفه من قبل كده، او الفيلد افكت ترانزستور، الفيت ترانزستور، منها جي فيت ترانزستور، انت خدته مع الدكتور هاني في مايكرو الكترونيك سيركت 1، والموسفت ترانزستور، ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد اوكسايد ترانزستور. ماشي. هنا بتبص تلاقي الجي فيت او الموسفت كل ترانزستور هو بيتكون من ايه؟ يعني عندي ان تشانل ترانزستور، بي تشانل ترانزستور بالشكل اللي قدامك ده، ده انا بنذكركم بيه. وفي الجيت والدرين والسورس، وهنا برضه ايه في الموسفت في نفس الكلام. خلاص ده مش هنتعرض له الجي فيت يعني، انت عارفه من السنه اللي فاتت. هنيجي هنا في الموسفت، في عندي انهانسمنت موسفت ترانزستور والديبليشن موسفت ترانزستور، ده برضو ان تشانل وبي تشانل، وهنا برضو ان تشانل. يعني عائله الفيت ترانزستور، الفيلد افكت ترانزستور دي كلها الترانزستور يا اما ان تشانل او بي تشانل يعني. وهنا ده باي بولر ترانزستور، يعني في الالكترونز والهولز واللي يغلب فيهم هو الكرنت يبقى في الاتجاه بتاعه زي ما انت فاكر. انما ده تقدر تسميه الفيت، ده تقدر تسميه يوني بولر ترانزستور، يعني ممكن تسميه كده،
سواء جي فيت او الموسفيت ترانزستور بالشكل اللي قدامك ده. احنا معنيين هنا في الانهانسمنت موسفيت ترانزستور، الاي دي الابريفيشن بتاع انهانسمنت موسفيت ترانزستور، والدي ديبليشن موسفيت ترانزستور. ماشي، هنا بتلاقي الشانل بتتكون اوتوماتيك. لما نبص احنا في شابتر واحد او شابتر اثنين هنقارن ما بين الانهانسمنت والديبليشن، وهنشوف ان الانهانسمنت ده العمليه كنترول بواسطه سيادتك تماما، يعني ان انت تعمل كارنت ما بين درين والسورس هيبقى عايز شروط معينه، انت اللي بتتحكم في كل الكلام. في الديبليشن يعني الكلام ده ما بيكونش كنترول منك. فبالتالي زي ما بقول لجنابك احنا معنيين هنا بالكلام ده. ده بسميه ايه؟ ان موس ترانزستور، ده الان تشانل، وده بسميه بي موس ترانزستور. طيب لو انا عملت الاثنين مع بعض الفابريكيشن ده، خليتهم مثلا زي ما هنعرف بعد كده، الان موس ترانزستور ده انا بعمله على بي سبستريت، والبي موس ترانزستور انا بعمله على ان سبستريت. طيب لو انا عملت الاثنين على سبستريت واحده بسميه سي موس ترانزستور. يعني لو خد بقى الكومبينيشن انتجريشن الان والبي مع بعض بسميها ايه؟ وهنشوف الديفينيشن ده بعد كده. بس يبقى انا هنا بس انا قلت اذكرك بالحته دي، وعملناها بالفيجر اللي انت شايفه. في الكلام اللي انت شايفه هنا الابريفيشن موجوده على الجنب، هي الاختصارات دي. يعني ايه؟ قلنا نذكر بيها عشان تبقى عارف احنا بالظبط شغلنا ترميد هيبقى واقف في الحته دي كده. الانهانسمنت موسفيت ترانزستور، النوعين بتوع ان تشانل والبي تشانل. بعد كده البي ال اس اي سكيلينج. احنا لسه كنا بنقول ايه؟ هيفضل التاسك بتاع البي ال اس اكيوميليت كده، او بيجمع مور اند مور اليمنتس في اريا صغيره، صح؟ يعني يقعد يجمع اليمنت كذا كذا زي ما تقول ايه. طيب الاليمنتس دي قد ايه؟ يعني لو انت واحد شايل خمس حاجات، في واحد تاني يقدر يشيل 10 حاجات، في واحد يقدر يشيل، دي كلها ليفلز مختلفه، كل واحد والابيليتي بتاعته ان هو يعمل كذا. لو جيت انت هنا بص، يعني ايه سمول سكيل انتجريشن، ميديم سكيل انتجريشن، احنا دلوقتي باصين على كام اليمنت انت هتعمل لهم انتجريشن في الـ في الاي سي دي. اللارج سكيل انتجريشن انا هنا بس كاتبين الابريفيشن بغرض كذا، الموس ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، وخد بالك ريفرسول ايه الكونستراكشن بتاع ترانزستور، الموس ترانزستور يا اما ان ترانزستور او بي ترانزستور الموس. انما لو قلنا ان موس خلاص يبقى هو ان ديفايس، او ان موس ترانزستور، او ان تشانل ترانزستور، دي كلها مسميات ليه. لو انا قلت الموس ترانزستور هيبقى الان اور البي، يعني حاجه زي كده. والسي موس اللي هو ايه؟ كومبلمنتري موس ترانزستور، اللي احنا قلنا ان انا بعمل الان والبي الاثنين على اهو على شيب واحده، يعني الان والبي. ليه؟ عشان الان اصلا يتعمل ديزاين على البي، والبي ترانزستور يتعمل ديزاين على الان. طيب شوف بقى هنا ايه؟ يعني احنا بنقول سمول سكيل ده يبقى فيها كام ترانزستور؟ مش احنا قلنا هو عدد الترانزستور هو اللي هنقيس بيه؟ يعني الاي سي دي انا بحط فيها يعني الاغلب الكتر زي ما انا بقول واخده الترانزستور كايه؟ فيجر او حاجه بتقيس بيها يعني العداد بتاعها يعني. ففي سكتين، يا اما يقول الترانزستور دي فيها 100، الاي سي دي فيها 100 ترانزستور، او يقول لا فيها كام لوجيك جيت؟ يعني دي سكه ودي سكه. هي في الاول والاخر انا عايزك انت تبقى متخيل لما اقول لك سمول سكيل، تبقى عارف انه تقريبا لو بالاليمنتس فيها 20 اليمنت، لو باللوجيك جيتس يعني فيها عدد محدود كده من اللوجيك جيتس، يعني تقريبا ما بيعملش فانكشن معينه من الالف للياء يعني، واخد بالك؟ الميديم سكيل اهي اي سي ماست بيرفورم ايه؟ كومبليت لوجيك فانكشن، يعني تعمل حاجه معينه زي الادر، زي المالتبلكسر، زي الديكودر، حاجات زي كده. اللي هي الميديم سكيل انتجريشن دي احنا ما كتبناش المعنى بتاعها هنا ام اس اي دي، لان احنا كاتبينها فوق في الصفحه اللي قبليها اهي ميديم سكيل انتجريشن، عشان الناس تبقى رابطه الكلام مع بعضيه. ده بقول لك فيها ايه؟ اب تو 100 لوجيك جيت، يعني هنا كان عدد محدود منهم. في الميديم فيها حوالي 100، في اللارج سكيل فيها يعني اكبر من 1000 واقل من يعني اكثر من 100 واقل من 1000 لوجيك جيت، واخد بالك؟ البي ال اس اي بقى من 1000 لغايه المليون ترانزستور في اللوجيك، يعني لوجيك جيت، واخد بالك؟ يبقى هنا السكيلنج هو عامله بمناسبه ايه واكوردنج لايه؟ واخد عدد اللوجيك جيت، سمول سكيل والميديم سكيل واللارج سكيل وكذا، اهو الاعداد اهي. طيب واحد يقول لك لا انا مش عايز دي، انا عايز يا سيدي انت عمال تقول هو كل اي سي هيبقى فيها اكوميليت كام ترانزستور؟ نيجي نقول لك والله الكلام ده سمول سكيل انتجريشن،
فيها ايه اراوت 20 كومبوننت، يعني روب امب او ترانزستور او ريزيستور، يعني اي حاجه زي ما انت عايز تقول. خلاص اللي هو كان بيقول هنا قصادها ايه، هنا فيها سيفرال لوجيك جيت. طيب الميديم سكيل قال لك ده توصل لحوالي 500 اليمنت، بما انه قلنا ترانزستور هو الكومن يوز في العد ده، ممكن تقول 500 ترانزستور في الميديم سكيل اي سي دي. طب هنا بقول فيه ايه؟ ده بقول يوصل لحوالي 100 لوجيك جيت. ما لو كل لوجيك جيت فيها مثلا 3 4 اليمنت في المية تدي لك 400، ادي هو هنا بقول لك 500 اليمنت. في اللارج سكيل انتجريشن يعني ما يقلش عن 10000 اليمنت، 10000 ترانزستور مثلا، واخد بالك؟ تروح هناك كان بيقول لك من 100 لغايه 1000 لوجيك جيت. الفي ال اس اي يخش لك بقى في الايه؟ المليون او اكثر من مليون ترانزستور. يعني انت فاكر البنتيوم 4 في 42 ل 50 مليون ترانزستور بير شيب. انت عندك بقى بروسيسور مختلفه من اول انتل ما اعرفش ايه على ايه على ايه لغايه كده، لغايه ما تروح للبنتيوم 4 هتلاقي فيه ما يقرب مثلا من 42 لاب تو 50 مليون ترانزستور. وهنقول لك ده رقم 8 الهيستوري اوف انتل بروسيسور، واخد بالك؟ اوفر الثلاث عقود، الثلاث عقود ورا بعض يعني. اهو الكلام اللي انا لسه كنت بقول لك عليه من شويه. اللي هو كل ومورس كان بيقول ايه، جوردن مور كان بيقول ايه، الاعداد بتتضاعف كل سنتين. يعني تبص هنا مثلا ايه 2300 ترانزستور، البروسيسور اللي هو 4004 سنه 71 72، بص بقى ايه 3500 ترانزستور بس هنا ايه يعني سنه، والفريكونسي المستخدمه اهو يعني ما كملش العدد. شوف مثلا هنا 72 و74 فرق سنتين زي ما مور بيقول، او يخش له مش اقل من 18 شهر. هنا حوالي 3.5، لا ده هنا 6000 ترانزستور، يعني تقريبا نيرلي كده ايه الدبل فعلا يعني، واخد بالك؟ 4 8 8 82 82 لل 85 كام؟ 134000 ترانزستور، هنا 275000 ترانزستور. يعني وانت ماشي والفريكونسي المستخدم والحوار ده كله يعني، يعني التيبل دي كويسه بتوضح لك القانون بتاع مورز، وكل بروسيسور هو كان بيستخدم كام ويستخدم عن تردد كام يعني. في عندك الكلام ده كله موجود في الانترودكشن بتاعت الكتاب بتاعنا. وتاني مره بقول خلي الكتب دي معاك، هتفرق معاك انت واحد مهندس مش واحد يعني دبلوم تجاره، ولا مع احترامنا لكل التخصصات يعني. انا مش بروج لكتب عشان تشتري، انما بس انت تكير، انت فرصه النهارده بتنزل عشان العملي وعشان الاكسرسايز. تروح المكتبة أو تشوف نقط التوزيع وتروح تقتني الكتب دي، عشان لا قدر الله حصل دروب وكلنا قعدنا في البيوت، تبقى أنت معاك في كل مادة معاك عملي ومعاك نظري ومعاك الكلام اللي أنت بتسمعه من هنا والباوربوينت اللي أنت نزلته، يبقى معاك حاجات كده تقدر تختار. اللي مش واضح في العملي يتضح من الاكسرسايز، واللي مش واضح من هنا يتضح في المحاضرة. الناس واخدة بالها أنا قصدي إيه يا شباب؟ شوف لكم أنتوا نمتوا ولا خرجتوا؟ نمت ولا مشيت؟ لا مع حضرتك. لا مع حضرتك. طيب ماشي احسن، كنت انا بشرح للباشمهندس ابراهيم يعني. النقطة دي بعد كده فيها تفاصيل كتيرة بس انا يعني مختصر منها شوية. يعني بريف هيستوري اند ايه في ال اس سكيلينج. هنا بيتكلم بقى بتفاصيل يعني 9-1 مثلا ايه الفيرست ترانزستور سنة كذا، بقول لك كان في المعمل بتاع بيل ده، واخد بالك؟ ومتكلم بقى على ايه الحوار ده، امتى اتعمل اول ترانزستور وهتبقى انتجريتد والجي فيت والموسفيت والكلام ده كله يعني. طيب العنوان اللي بعد كده سمول سكيل سنه كام؟ في الستينات كان ظهر بقى اول ترانزستور، واخد بالك؟ يعني هنا بقول لك ايه 48 كان هنا بقى ظهر اول اي سي، واخد بالك؟ اب تو 20 جيتس بير شيب يعني سمول سكيل اهو. لو رحت انت للصفحات اللي قبل كده اللي احنا كنا بنتكلم عليها على سكيلنج مباشره، كنا احنا بنقول دي فيها كذا ودي فيها كذا على طول، لا دي هنا بقى بتكلم في السنه الفلانيه كان ظهر عندي سمول سكيل انتجريشن، خلاص ما كانش فيه امكانيات ان هو يحط مثلا 1000 ترانزستور بالشيب، لسه الامكانيات والتكنولوجيا او الايده اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، مش احنا قلنا التاسك بتاع البي ال اس للمره ال20 اهو هيفضل ايه اكوميليت مور اند مور ترانزستور بالشيب او اليمنت، يعني ايا كان الاليمنت دي اوب امب او ريزيستور او ترانزستور او غيره، واخد بالك؟ طب الاعداد دي عماله بتزيد اكوردنج لايه؟ ان هو الايده او السوفت وير اللي بيستخدمه عشان يعمل بيه الشغل ده. ماشي؟
والعنوان اللي بعد كده هتكلم عن ميديوم سكيل، ده كان اخر سنه 60، وبرضه ايه من 20 ل 200 لوجيك جيتس، وبرضه بقول لك ممكن يستخدم في ايه اللارج سكيل انتجريشن في السبعينات، واخد بالك، وايه يتعمل كام لوجيك جيتس. هنا السكيل اللي هو بيتكلم عنه خد بالك مستخدم اللوجيك جيتس، احنا كنا قلنا ممكن تستخدم اللوجيك جيتس، وممكن يقول لك ايه بالاليمنتس، يعني في كام اليمنت في كل موديل من دول يعني، ماشي. وابتدى يقول لك انه ظهر كالكوليتور على بروسيسور على ايه الكلام ده كله كاستخدامات، لانه ابتدى يجمع هنا ايه اب تو 5000 لوجيك جيت، يعني 5000 في الاربعه ده في الايه يعني اباوت المليون ترانزستور، واخد بالك. العنوان اللي بعد كده البي ال اس اي 80 فيري لارج سكيل اوفر ال 5000 جيت، يعني خلاص المليون ده الحد الادنى، وبعد كده اكتر من كم مليون بير شيب، زي ما قلنا كده البنتيوم 4 مثلا ده يخش له في 42 مليون مش مليون واحده بس. والعنوان ده زي اللي قبليه الالترا لارج سكيل انتجريشن، هو برضو نفس المضمون، هو حتى هيقول لك هنا ايه في الحته دي كده نورمالي ما اعرفش كذا، ان البي ال اس اي دومين ده بتغطي اليو ال اس اي، بس هو عشان يعني ايه الابهه والبيع والكلام ان احنا عندنا حاجه ما حصلتش، يقول لك لا ده دي مستخدم الترا لارج سكيل انتجريشن مش في ال اس اي. انما بينه وبينك زي ما هو بيقول لك كده ان الترم بتاع الفي ال اس ده ممكن يغطي الجزئيه دي. خلاص ده الجزء اللي احنا قلناه في الانترودكشن، زعشنا وكان في عمر، بس انا دلوقتي ايه انت عرفت الكونتنت بتاع المحاضره بتاعتنا او الكتاب، وعرفت الجريدنج سيستم الدرجات هتتوزع ازاي، عشان دي ما بيكونش فيها فصال في الاخر وكلام زي كده. انا بستاذنك بس يعني حاول تبذل مجهود، يعني مش هقول بسيط بقى يعني، لا يعني كل يوم الماده تتفتح الماده الثانيه تتفتح كلام زي ده. انت لو قريت المحاضره دي امبارح على مثلا يعني الحوار اللي هيحصل معانا بعد كده، وتيجي تسمعها النهارده وتروح تقراها تاني في البيت، ويبقى جنبك بقى كشكول ولا حاجه بتكتب النوتس اللي انت عايزها، عشان في معلومه من هنا تخدمك في السكشن، وتجيب من السكشن تخدمك في اللاب، يعني واخد بالك. فده انا بنأكد عليه، وزي ما بقول ان شاء الله من المحاضره الجايه عايزين كل الناس تبقى منتظمه، هنعمل لكم يعني في جروب دلوقتي طبعا كل الناس داخله فيه وانا موجود، بس طبعا شويه وهسيبكم وامشي، ممكن يفضل معاكم المهندس اندرو، وهنحدد كده حد محمد ولا اي حد من الشباب اللي هم متواصلين معانا، عشان لما نديله اي ماتيريال ممكن يوصلها لكم على طول. وحضرتك هترفع الماتيريال على الموديل صح؟ ولا تكون لا 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 انا فين عايز هنا الصوت يا ابراهيم؟ التسجيل هنا كده، احنا انت